مرحبا. من بعد الأجواء المتقلبة الطقس رجع إلى استقرار، الحرارة رح ترتفع خلال الويك أند على أنه ترجع تتغير الأجواء ابتداء من نهار الأحد. الرياح الشمالية بتوصل سرعتها ل 19 كيلومتر بالساعة. الحرارة ببيروت عم بتسجل 27 درجة، بدير القمر 23، 26 بزحلة و 28 درجة بسور. نسبة الرطوبة على الساحل بتسجل 63% وموج البحر متوسط الارتفاع. كيف بكفي طقس الأسبوع؟ الخميس، الجمعة والسبت الأجواء بترجع مستقرة، الحرارة بترتفع تدريجيا ومعدلها بيتراوح بين 27 و 28 درجة على الساحل. نهار الأحد بتتحول الأجواء لمتقلبة، بتنخفض الحرارة بشكل ملموس تتسجل 24 درجة والأجواء بتصير مهيئة لتساقط أمطار. هيدا كان كل شيء، تصبحوا على خير.